دشن بمدينة المكلا افتتاح قاعة وزراء السلطنة القعيطية، وهي أحد قاعات وجهة الدولة ضمن المشروع التطويري لمتحف المكلا بعد إعادة تأهيله وافتتاحه. ويأتي الافتتاح ضمن خطة توسيع وتطوير المتحف من قبل القائمين عليه، وإضافة أركان وغرف جديدة لحقبات زمنية مختلفة من تاريخ المحافظة والبلاد. وتضم القاعة مقتنيات مختلفة وصورا لوزراء السلطنة، إضافة إلى بعض الكتب والمراجع لتلك الحقبة الزمنية أبان حكم السلطنة. كما تم عرض مجسم يضم حدود السلطنة وبعض النياشين العسكرية وبعض العملات المعدنية الخاصة بتلك الفترة. نفتتح اليوم بحمد الله وتوفيقه قاعة وزراء السلطنة، أحد قاعات وجهة الدولة، كمشروع تطوير متحف المكلا بعد أن تم مشروع إعادة متحف المكلا. يأتي هذا المشروع بتمويل كريم وسخي من شركة BMC المحضار، والذي يهدف إلى إنشاء قاعات جديدة متحف المكلا كجزء من تطوير متحف المكلا. الإضافة اللي حصلت بصراحة هي إضافة أنا أعتقد أنها يعني نوعية بالنسبة للمتحف، أنه تفتح قاعة للوزراء الذين يعني تاريخهم خالد بالنسبة للحكم في عندنا في حضرموت وفي مدينة المكلا. نشكر كثير دعوتكم لنا لهذه الزيارة، ونتمنى من الله المزيد من النجاحات والمزيد من التطور لهذا المتحف والقائمين عليه. سرورنا اليوم لزيارة متحف المكلا، وهي الزيارة الثانية، والحقيقة أن أعجبت جدا بالتطور الملحوظ الذي يشهده المتحف. اليوم افتتاح قاعة وزراء السلطنة القعيطية، وهذا يعود إلى فضل القائمين على هذا المتحف وعلى رأسهم الشابين النشطين رياض باكرموم وأحمد الرباكي. وسرورنا أيضا بهذا النشاط الملحوظ والزيارات المتدفقة على هذا المتحف الذي أصبح من أهم المعالم الحضارية في حضرموت.